سلام مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا مجددا في هذا الدرس الجديد الذي سوف أشرح لكم من خلاله كيفية وطريقة إزالة كلمة السر أو تغييرها في جميع أجهزة جيون ميني الحاملة للسيرفر الرائع فانكام، مثل جهاز جيون جي أن أر إس 8 ميني أش دي بليس، جيون جي أن سي إكس 200 ميني أش دي بلاتينوم، جيون جي أن مامو، جيون جي أن أر إس 4 ميني أش دي بليس وغيره من أجهزة جيون ميني الظاهرة أمامكم الآن في الصورة. إذا راح نشوفوا معايا كيفية وطريقة حل إزالة أو تغيير كلمة السر في هذه الأجهزة، طريقة بسيطة جدا وسهلة. الكثير ممن يقومون بتمرير ملف قنوات جديد أو تمرير تحديد جديد وتتغير عندهم كلمة السر ولا يستطيعون الدخول إلى بعض الخصائص. إذا عند التوجه مثلا إلى انستالاسيو أو التركيب والنزول إلى فالور بار ديفو، عند الدخول إلى هذه الخاصية راح يطلب منك ادخال كلمة السر. كلمة السر يعني المرتدى هي اربعة اصفار، ولكن كاين بزاف عندما يمروا ملف قنوات جديد تستغير كلمة السر هذه. راح نحلوا هذه المشكلة. اذا كل ما عليك التوجه الى ريغلاج سيستم، تأكدوا من تغيير اللغة الى اللغة الفرنسية، ريغلاج سيستم، ثم النزول الى خاصية كنترول بارونتال الخاصية الرابعة او الخيار الرابع. بعد الدخول الى هذه الخاصية يطلب منك ادخال كلمة السر، تقوم بادخال كلمة السر المكونة من اربعة اصفار، ثم كما ترون من هنا نستطيع ايقاف كلمة السر او ازالتها تماما او نقوم بتغييرها من هنا من هذه الخاصية شونجي لو مود دو باس. عندما نريد ازالة كلمة السر نقوم فقط بتغيير من وي الى نو، هكذا تم ازالة كلمة السر من جهاز الاستقبال، يعني تستطيع الدخول الى اي خاصية في جهازك دون استعمال كلمة السر. وإذا أردت تغيير كلمة السر كل ما عليك تقوم بالنزول إلى خيار شانجي لو مود دو باس أو تغيير كلمة السر، وتقوم بالضغط على وي، جعلها بوي، بالضغط على زر رفع الصوت أو خفض الصوت، ثم تقوم بكتابة كلمة السر الجديدة وتأكيد كلمة السر وتقوم بالضغط على أوكي كونفيرم، وهكذا تم تغيير كلمة السر الخاصة بك. إذن أنا لا أحتاج كلمة السر، كل ما علي الآن نقوم بجعلها نو. إذن عند اختيار نو لازم عليك تضغط على أوكي بهذه الطريقة، تعاود تبدا تدخل من جديد تلقاها باللي نو معناها تم إزالة كلمة السر. إذن سوف نقوم بتجربة العملية مثلا في كونترول بارونتال، بعد ما دخلنا ليها المرة الأولى طلب منا كلمة السر، نشوفوا هذه المرة إذا يطلبها ولا لا. توجه إلى ريغلا سيستم ثم نقوم بالنزول إلى كونترول بارونتال، كما ترون تم الدخول إلى الخاصية مباشرة دون استعمال كلمة السر. هكذا قمنا بإزالة كلمة السر من جهازنا. وإذا أردتم تغيير كلمة السر راني شرحت لكم الطريقة. دونك مشاهدينا الكرام راح تلقاو دروس أخرى خاصة بأجهزة جيون ميني راح تلقاوها في الدرس، أيضا راح تلقاو درس شامل حول هذا الفيديو أو حول هذا الموضوع راح تلقاوه في الوصف إذا أردتم الاطلاع عليه. من هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك الاشتراك في القناة وشكرا.